طلبت علومي يقولها واحد شاعر ما هو بنا، لكن سمعته يقول طلبت علومي يا خويي وقلت عفاك يكفيك، شوف الحال عن باقي علومي. يا سلام. ترى بمرض في داخل القلب لا يخفاك، ثلاث سنوات لا بليل ولا يومي. أبغيت راعي ظروفي وانه يوم جاري الله الله أبغيت راعي ظروفي يوم دارت بيا الافلاك وصارت حياتي بين ظالم ومظلومي، ان كان بتفزع ولا من ذا المجال انسجي وانساك، ولا عاد يلحقني ولا يلحقك لوم. الله الله الله. حنا يا طويل العمر يشرفنا مشاهدة هذا الوجه الغالي وسعة البال في مشاهدتكم وجلوسكم.